هادي شكون؟ هادي شكون؟ الو انا. وهادي سميده اخويا. هي عرفتيها؟ الحمد لله، تم العثور على الطفلة ريتاج بن حواء بسطيف بعد اختفاء دام 3 سنوات. الطفلة ريتاج في أحضان والديها بفضل اليقظة وثقافة التبليغ من طرف المواطنين، حيث ترجع قصة الأخيرة عندنا تم اختطافها شهر 2020 من أحد شواطئ مستغانم. تمكنت مصالح الدرك الوطني بسطيف من العثور على الطفلة ريتاج بن حواء البالغة من العمر 8 سنوات بأحد المناطق بإقليم الولاية بعد اختفائها القصري منذ 3 سنوات. ريتاج تم اختطافها من شاطئ بولاية مستغانم وتنحدر من ولاية جليزان. حيثيات القضية تعود إلى سنة 2020، أين اختفت الطفلة ريتاج بن حواء من أحد شواطئ مستغانم بعدما كانت برفقة والديها، وبين فرضية الاختطاف والغرق وإحساس الوالدين بالاختفاء القصري وفرضية الاختطاف لابنتهم، تم إطلاق حملة بحث واسعة عبر قنوات إعلامية وكذا الصفحات الإلكترونية الكبرى، ولم تيأس عائلة ريتاج أو تفقد الأمل في رحلة البحث المتواصلة وتجديد وتحديث إعلانات البحث بنشر الصور وتتبع كل المعطيات والتفاصيل لحظة بلحظة، حتى تلقت العائلة اتصالا من فرقة الدرك الوطني بمستغانم تؤكد العثور على الطفلة ريتاج برفقة امرأة متسولة بسطيف بعد أن تعرف عليها أحد المواطنين الذي قام بإبلاغ المصالح الأمنية التي سارعت إلى التدخل وفتح تحقيق في القضية ليتم تمديد الاختصاص من طرف المصالح المختصة محل شكوى التبليغ بالاختفاء سنة 2020، حيث تنقلت مصالح الدرك الوطني بمستغانم رفقة أقارب الطفلة إلى ولاية سطيف، أين تعرفت الأم على ابنتها مباشرة. هادي شكون؟ تا وهادي اللي عليه؟ سمد. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب.